سوريا في فترات تاريخية عدة المزدهرة منها والصعبة، كان للمرأة دور أساسي في ظل الحرب التي تتعرض لها البلاد. فكانت للمرأة السورية دور فعال في المجتمع وواجب في حمايته جنباً إلى جنب مع الرجل لتثبت نجاحها في كل الميادين، مما دفع الشابات السوريات للوقوف بين صفوف أبطال الجيش العربي السوري في حمل السلاح دفاعاً عن أرضهن، حيث زاد تطوع النساء أيضاً ضمن الكلية الحربية والقطع العسكرية المختلفة. فعلى الدوام كانت المرأة السورية سباقة ورائدة في اقتحام حقول المعرفة وحقول القتال، حاملة سلاحها وبزيها العسكرية، وكانت على قدر الثقة بها وبانتمائها لوطنها. فالمرأة السورية لطالما كانت شريكة أساسية في تعزيز الصمود والمقاومة، فكان الانتصار بوصلتها والتضحية سبيلها فداءً لصون كرامة الوطن وعزته.